الحمد لله، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، لعلنا في هذه المحاضرة وهي الثالثة من محاضرات الثقافة الإسلامية 101 سلم، نتكلم عن المصدر الثاني من مصادر هذه الثقافة، وهو هذا المصدر هو السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأوصي كل من يسمع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي عليه، فمن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله به عليه، صلى الله بها بهذه الصلاة عليه عشرا، فأكثر من الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه. لا شك أن الثقافة الإسلامية أيضا تستمد يعني قوتها من هذا المصدر بعد كتاب الله عز وجل. فالسنة المراد بها في الاصطلاح وعند أهل الحديث هي ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، أو صفة خلقية أو خلقية. فالقول ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وسمعه منه أصحابه، والفعل هو ما قام به عليه الصلاة والسلام وفعله كيفية صلاته وكيفية حجه وكيفية أكله عليه الصلاة والسلام وكيفية تنعل عليه الصلاة والسلام، ما أضيف له من قول أو فعل أو تقرير. التقرير يعني هو شيء وقع أمام النبي عليه الصلاة والسلام وبمسمع منه ثم أقره، مثل ما أقر يعني المسافرين على الإفطار في رمضان، وأقر أصحاب على أكل الضب وقد أكل بحضرته عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليهم في هذا شيء. ولهذا السنة هي المصدر الثاني من وأما الصفة الخلقية أو الخلقية هي ما جاء، يعني الصفة الخلقية وصف النبي عليه الصلاة والسلام، فهو عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أنس بن مالك، يعني ليس بالطويل ولا بالقصير، أزهر اللون، كث اللحية، عظيم ما بين المنكبين صلى الله عليه وسلم، إلى آخر حديث أنس. وصفته الخلقية فهو أحسن الناس خلقا عليه الصلاة والسلام، لم يكن كما قال ابن عمر رضي الله عنه عن نبينا عليه الصلاة والسلام وهو يصفه، قال لم يكن فاحشا ولا متفحشا صلوات الله وسلامه عليه. والقرآن الكريم جاء بالأدلة القاطعة على حجية السنة، فقد قال الله عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والآيات في هذا كثيرة. وجاءت أيضا السنة بالأمر باتباع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، من يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، إن كل بدعة ضلالة. السنة لها علاقة بالقرآن، والعلماء رحمهم الله عندما تكلموا في هذا المبحث قسموا يعني علاقة السنة بالقرآن إلى أوجه، منها أن السنة يعني تأتي موافقة للقرآن الكريم ومطابقة له ومؤكدة لما جاء به فيه من أحكام، كالأمر بالصلاة والزكاة والصيام والحج. فقال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله،
ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان، رواه البخاري. فهذه الحديث مؤكد قوله تعالى في شأن الصلاة والزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله في شأن الصوم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وقوله في شأن الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. من يعني علاقة السنة بالقرآن أن السنة أيضا مبينة للقرآن الكريم، في بعض الآيات تحتاج إلى فهمها إلى الرجوع للسنة. فالله يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فكثير من أحكام القرآن لا يمكن فهمها والعمل بها إلا من طريق السنة، وبيان السنة للقرآن يتمثل في عدة أوجه. إما أن يكون هناك في القرآن يعني شيء مجمل فتبين السنة هذا المجمل، فقوله عليه الصلاة والسلام هنا المجمل القرآن أمر وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، لكن من ما جاء يعني بيان في القرآن لكيفية الصلاة ولا لكيفية أدائها ولا يعني كيف يصلي المسلم، وكذلك الزكاة يعني أنصبتها. فجاءت السنة وبينت هذا، فقال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. كذلك بالنسبة للحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، كيف تلبس الإحرام، كيف تلبي، هذا كله مجمل فبينته السنة. هناك نصوص في القرآن عامة، فجاءت السنة وقيدت هذا العام. الله يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فهذه الآية عامة مطلقة في كل يعني مورث يموت، فجاء الحديث وخص الأنبياء من بين يعني فلا يدخل في هذه الآية، فقال عليه الصلاة والسلام لا نورث ما تركناه صدقة، رواه البخاري. كذلك هناك نصوص مطلقة في القرآن، الله يقول سبحانه وتعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين، من بعد وصية يوصى بها أو دين، هذا في الميت الذي يموت. فأمرت الآية بإخراج الوصية من مال الميت ولم تحدد مقدارها، فجاءت السنة مقيدة للوصية بالثلث، لا وصية إلا في إنما الوصية في الثلث كما قال عليه الصلاة والسلام. وغير هذا كذلك السنة أيضا جاءت بأحكام يعني انفردت بها لم ترد في القرآن الكريم، منها مثلا الجمع بين المرأة وعمتها، الجمع بين المرأة وخالتها، بينما الأخت وأن تجمع بين الأختين ورد في القرآن، أما العمة والخالة فجاءت السنة وبينت أنه لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا وخالتها. كذلك لم يرد في القرآن تحريم بعض المأكولات مثل الحمر الأهلية وكل ناب من السباع، كذلك رجم الزاني المحصن، كذلك صفة المسعى الخفين، كله جاءت السنة واستقلت به. فمما سبق يتبين مكانة السنة النبوية في حياة المسلمين وأنها مصدر عظيم للثقافة بمادتها الشاملة لتربية الفرد وتنظيم المجتمع. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى المحاضرة بعد ذلك المحاضرة الرابعة إن شاء الله.